إخوان المشاهدين، أخواتي المشاهدات، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشوف الإخوان هاد الشيء اللي هنا اللي كيتبنا في هاد البلاصة اللي كانت فيها هنا المجزرة ديال الرباط، وكذلك إخوان السوق ديال السمك ديال مدينة الرباط. نشوف هاد البناية اللي كتبنا هنا الإخوان. هاد البناية الإخوان بحال شكل شي قاعة مغطاة هنايا. هنا في العكاري مدينة الرباط، هاد البلاصة هي اللي كانت فيها يعني سوق السمك ديال الرباط والمزرة ديال الرباط. انتم الاخوان تشوفوا هنا راه ما كاين حتى شي لوحه اللي كاتبين لنا شنو هو هذا اللي كيتبنا هنا، ولكن الاخوان سولت واحد السيد هنايا قال لي راه هادي غيديروه مكان ديال الجليد، يعني تزحلق على الجليد للعاب ديال الثلج اللي غيكون هنايا اللي قراب حدا الكورنيش ديال الرباط. المنطقة كتسمى قصر البحر في العكاري. قريبة كذلك السوق ديال الخضر بالنسبة للرباط هو هذا. كما قلت لكم الاخوان ما كاين حتى شي لوحه هنايا على الطريق اللي كتبين لنا شنو هاد البنايه اللي كتبنا هنا. وهنا الاخوان في هذا القنت هذا كانت واحد المحطه ديال الستاسيون، واحد الستاسيون شال حتى هو تحيد اللي كان هنا. وهذا هو الاخوان، هذه الطريق الساحليه ديال الرباط. هاد البناية راه كلها شاد هاد الجهة كاملة هنايا. هاد الصور هنايا كيرا على الصور ديال مدينة الرباط، مدينة الأنوار. حاولوا نمشيو من هنا الإخوان باش تشوفوا واش كاين شي يعني شي لوحة اللي كتدل على شي حاجة هنا. لا والو الإخوان، هنا ما كاين حتى شي حاجة. كاين غير هاد اللوحات هادو ديال المدينة ديال الرباط. إذن الإخوة إحنا جبنا الدورة كاملة على هاد البناية اللي كتبنا هنايا، لكن ما كاين حتى شي لوحة ديال الأشغال وديال بداية الأشغال ولا شنو نوع المشروع، ما كايناش. تحياتي لجميع متتبعي قناة مناظر بلادي. هذه هي البناية من هذه الجهة الإخوان. تحياتي لجميع متتبعي قناة مناظر بلادي، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.
نعود ثاني كذلك نرجع مع الطريق اللي دخلنا معها باش نشدوا الطريق الساحلية. قربنا المشاهدين الكرام من هذه البناية اللي كتبنا هنايا في العكاري اللي قريبة لحدى الطريق الساحلية ديال الرباط، لكذلك اللي قريبة السوق ديال الخضار والفواكه بمدينة الرباط. هاد البناية اللي تبنات الإخوان في بلاصة المزارة ديال الرباط وسوق السمك، كان هاد البلاصة اللي تبنات فيها هاد البناية كانت سوق السمك وكانت مزارة. دابا المزارة ما بقاش وسوق السمك تاهو ما بقاش، سوق السمك راه ولا في تمسنا والمزارة ولات في اتجاه ديال بورقنادل، حي بورقنادل مدينة سالا. دا سوق الجملة نتاع الله راه غيتحول تاهو، غيتحول اتجاه ديال الحي الصناعي بمدينة الرباط. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى فيديوهات قادمة إن شاء الله. وما تنساوش الإخوان اشتراك القناة، تفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، ما تنساوش الإعجاب ومشاركة القناة فضلا وليس أمرا. تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وقريبا كذلك المستشفى مولاي يوسف، هذا هو المركز الاستشفائي مولاي يوسف.